لو جربنا على إسوارة من الذهب راح نشوف ان الجهاز يكتشفه ويعطيني ذهب. اكثر الاجهزه اللي تشتغل بالنظام الكهرومغناطيسي الكشف عن المعدن، مجرد المعدن ابتعد عن الجهاز راح يبدا الجهاز يخربه، لكن هذا الجهاز حتى لو بعدت الذهب راح يظل الجهاز يعطيك عليه ذهب. اسواره على عمق 1 متر، نشوف النتيجه على الشاشه. لو مررنا الاسواره من هذا المكان الجهاز يكتشف ويعطيني على الشاشة طبعا كلمة ذهب على نمط العملات المعدنية الموجود عندي بالجهاز. ممكن من خلال ضبط وإعدادات الجهاز أني أنا ألغي المعادن الغير ثمينة مثل المعادن الحديدية للمعادن الثمينة اللي هي مثل النحاس والألمنيوم والمعادن اللي تشبهها، ويتبقى بس يشوف الذهب من خلال هذه الخانة. لو جربت الآن على قطعة حديدية من هذا المكان الجهاز ما راح يشوف قطعة من النحاس، الجهاز ما راح يقرأها نهائيا. الذهب الجهاز راح يقرأها على طول.